مساء الخير. في سجن الضباط الأربعة داخل المديرية العامة لقوى الأمن أوقف رياض سلامي احترازيا 4 أيام رهن التحقيق، من دون أن يتم التحقق مما إذا كان حاكم مصرف لبنان السابق سيصبح الضابط الخامس المسجون بلائحة اتهام دولية، أم إن سجنه اليوم هو مخرج للغد. حامل الصندوق المالي الأسود، الرجل الذي وقعت عليه لعنة المودعين منذ ثورة تشرين، حاصرته تظاهرات، طاردته شعارات، إلى أن سقط اسمه إلى مستوى ليرة لبنانية جمد انهيارها لثلاثة عقود. واليوم وبعد شبه إقامة جبرية يدخل رياض سلام السجن. هو خبر لم يكن متوقعا، وقرار توقيفه جاء على جناح عدلي محلي مثله المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أصدر سندات خزينة قضائية وتجرأ على شهادة إيداع سلام السجن. ولم يشأ الحجار الإفصاح عن نوع الجرم الذي قاده إلى هذه الخطوة، وكان احترازيا في أجوبته قائلا إن التوقيف اليوم هو رهن التحقيق قبل الإحالة إلى النيابة العامة. ومنذ التوقيف اندلعت الفرضيات والمصادر والاحتمالات التي رجحت التحقيق مع سلامي في ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت مع مصرف لبنان لجهة إقدام سلامي على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحي. لكن هذا الإجراء لم يكن مخالفا لصلاحيات الحاكم، فيما تحدثت مصادر قضائية عن ملف آخر مغاير لأوبتيموم ويتصل بمعلومات أودعها الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري مكتب القاضي الحجار، وهو يتعلق بتقرير من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفيه معطيات عن اختلاسات تقارب قيمتها 41 مليون دولار. وسواء هذه أم تلك، فإن سلام اليوم وديعة القضاء، لكنه القضاء غير المحشو بضغائن سياسية ومكائد ومداهمات من دون صلاحيات. هذا القضاء الذي ليس لديه أي ثأر مع رياض سلامي. ما يخول الملف الوصول إلى حقائق هي من حق الناس أولا. أما البيئة السياسية الحاضنة للحاكم السابق فقد وجدت نفسها في موقع الذهول والمفاجأة ورفع الغطاء والدهشة، وترك القضاء يأخذ مجراه. كل من غذاهم سلام ماليا ورعى مشاريعهم في الدولة اعتلاهم الذهول، وأصيبوا بعوارض النزاهة وعدم التدخل في قضايا العدل. فهو تلقى صفعات الشارع منذ 5 سنوات بالنيابة عنه وبالأصالة عن مجمل المحفل السياسي الذي خرج من هذه الحرب منتصرا وعلى كراسيه ثابتا غير متحرك. هناك من صمت بصدمة، وهناك من نسب النصر إلى حراكه في ملاحقة سلامي. ولعل أسوأ نموذج في هذه الحالة كان التيار الوطني الحر الذي اشترى في الأسواق الرائجة وباع لنفسه عملات مزيفة وادعى أنه حارب المنظومة وسرقة أموال اللبنانيين، وهو نفسه تيار التمديد للحاكم في العام 2017، وبقرار أصر عليه الرئيس ميشيل عون وناله بالإجماع ولمدة 6 سنوات. والمنظومة في حينه باركت للمنظومة وحكما تحت سقف سياسي مالي واحد، فكان التيار الوطني الحر أول من ساهم في انهيار الهيكل المالي عبر تمسكه بوزارة الطاقة الهادرة لجميع الطاقات. وبعد، هل انتهت ورقة رياض سلامي أم إنها مدخل لتدبير النهايات؟ وأيا تكن الأجوبة فإن الملف اليوم في أيدي قاض يوصف بأنه صلب حجار.